التاريخ الجزء الثاني الصف السابع. هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الدرس الثاني القبائل العربية في الأردن في صدر الإسلام والعصر الأموي. كان للقبائل العربية القاطنة في بلاد الشام ومن بينها الأردن دور مهم في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية كافة، نظرا لاهتمام الخلفاء الأمويين بهذه القبائل. أولا أهم القبائل العربية في الأردن، هاجرت العديد من القبائل العربية إلى جنوب الأردن من الجزيرة العربية واستقرت فيها قبل الإسلام، وتعود أصول معظمها إلى القبائل اليمانية كقبائل الغساسنة وسليح وتنوخ. واعتنق بعض أفراد هذه القبائل الديانة المسيحية كالغساسنة الذين امتد نفوذهم إلى مناطق واسعة من بلاد الشام. وبعد حركة الفتوح الإسلامية بقيت معظم القبائل في مواطنها، وقدمت مع جيوش الفتح قبائل أخرى من الجزيرة العربية واستقرت في العديد من المناطق المفتوحة. وللتعرف إلى توزيع القبائل العربية في الأردن خلال العصرين الراشدي والأموي، تأمل الخريطة الآتية ثم أجب عما يليها. في الجنوب جذام، كنانة، ذنبيان، عاملة، بلقين، بنو كلب، بلي. في الوسط جثام، غسان، قريش، ثقيف، قيس، بهراء، عذرة، سليح. في الجنوب جذام، غسان، قضاعة، لخم، جهينة، قريش، تنوخ، ذبيان، طيء، سليح. الشكل 4-4 توزيع القبائل في الأردن في العصرين الراشدي والأموي. سمي ثلاثا من القبائل العربية الأكثر انتشارا في الأردن في العصر الأموي. ثانيا مواقف القبائل العربية في الأردن من الفتح الإسلامي لبلاد الشام. تباينت مواقف قبائل العرب في بلاد الشام ومن بينها الأردن من الفتح الإسلامي لبلاد الشام، وهذه المواقف هي: أولاً قبائل عربية أسلمت وشاركت في العمليات العسكرية ضد الروم، ومنهم بطون من غسان ولخم وجذام وعاملة وبلقين وقضاعة، وقد شاركوا في معركة اليرموك الفاصلة في عام 15 هجري 637 ميلادي وفي جيش عمرو بن العاص الذي تولى فتح مصر. ثانياً قبائل عربية ارتبطت بمعاهدات وتحالفات سابقة مع الروم أجبرتها على الوقوف إلى جانبهم ضد المسلمين، ثم تحولت هذه القبائل إلى جانب المسلمين بعد معركة اليرموك وسقوط الحكم الروماني. ثالثاً قبائل عربية بين قوسين مسيحية ضاقت ذرعاً بالحكم الروماني البيزنطي، وكانت تتطلع بفترتها العربية نحو التخلص من هذا الحكم، فلم يتخلف معظمها عن مساندة الجيوش الإسلامية الفاتحة لبلاد الشام مثل لخم وجذام وعاملة وبلقين وبطون من غسان، وبعضهم لم يقف على الحياد بسبب مصالحتهم للمسلمين فحسب، بل قاموا بمساعدتهم وتقديم المؤن اللازمة لجيوشهم. فكر، سارعت العديد من قبائل العرب في الأردن إلى الدخول في الإسلام بعد معركة اليرموك عام 15 هجري 637 ميلادياً. ثالثاً الدور السياسي للقبائل العربية في الأردن. مارست القبائل العربية في الأردن دوراً مهماً في الحياة السياسية طوال العصر الأموي من خلال مساندة الأمويين في تثبيت أركان الدولة. فمن مواقفها أولاً الوقوف إلى جانب الأمويين في تثبيت حكمهم كمبايعة معاوية بن أبي سفيان ثم ابنه يزيد بن معاوية. ثانياً المشاركة في الفتوحات الإسلامية في شمال إفريقيا
والتصدي لخطر البيزنطيين، ومن أشهر هذه القبائل جذام وغسان بقيادة حسان بن النعمان الغساني. ثالثاً، المشاركة في فتح الأندلس واستيطان أعداد كبيرة من هذه القبائل في العديد من المدن الأندلسية بعد الفتح. رابعاً، الوقوف إلى جانب الأمويين في التصدي لجيوش الثورة العباسية. على ما تدل مشاركة قبائل من عرب الشام في فتوحات الأمويين في شمال إفريقيا والأندلس. أسئلة الدرس: أولاً، بيّن أسباب ما يلي: ألف، اختلاف مواقف عرب الشام من الفتح الإسلامي. ب، استقرار القبائل العربية في مواطنها في بلاد الشام بعد الفتح الإسلامي. ثانياً، أكمل الفراغ في الجمل الآتية: ألف، من أشهر قبائل الأردن التي شاركت في فتح شمال إفريقيا، فراغ. ب، الديانة التي اعتنقتها القبائل العربية في الأردن قبل الإسلام هي، فراغ. ثالثاً، اذكر أسماء خمسة من القبائل التي استقرت في الأردن في العصر الأموي. انتهى الدرس.